سؤال تاريخ اليوم شنو يصادف؟ يوم الشجرة. 21/3 21 مارس عيد ميلاد ربيعتي. لا ليش احسها هذا؟ 21/3 مو؟ 21 يوم الأم؟ يوم الأم؟ عيدي. صيفة ما أخذها من أمك. خلط مجال الفن أكثر منها هي. الطيبة الزايدة الزايدة تندمج في المهمة لين تخلصها. حنونة. طوف وايد. مش طيبة. وفي فرق بين الطيبة والحنية. شوية هدوء يعني مو عصبي. المسؤولية. يعني إنسان عم طوف نمشي. شنو مسمي أمك بالتلفون؟ صبر خلني أغير عشان مقابل وأكتب أمي الجنة تحت الأقدام. ماما. مام. باب الجنة. تقول اسم أمك عادي؟ لا يعني مقابلة ما راح أقول. عادي. هي عادي؟ لا لا عادي. أقول ليش ما أقول؟ شنو اسم أمك؟ أم محمد. فاتن. ليلى. شريفة. عائشة. أمال مناعي. زهرة. نوال. صفية. كل عام وانت أم عظيمة بالنسبة لي. مو بس أم عظيمة، هي فعلا عظيمة، وهي الحين عند ربنا. أنا وايد أحبك وأحب أنرفزك وايد بعد، بس أحبك. I love you so much. كل عام وانت أم عظيمة. يا أمي يا غالى الدنيا وأصدق عاطفة بالكون.